وين كنتي للحين؟ أشوفك توك راجعة، وش فيك؟ شفتهم بعيون الثنتين قاعدين بالشركة والدوام منتهي، كان في ولا أحد بالشركة. فجأة قد أسمع ضحك وناسة مستنسين صوتهم طالعة لين الشارع برا. من هذول اللي تتكلمين عنهم؟ عود والخاين اللي اسمه إبراهيم. غبنا أني أنا اللي جبتها بدير الثنتين الشركة ووظفتها بعد. وش اللي عود وإبراهيم؟ أقول لك بينهم حب، بينهم حب وغرام بعد. مش تبيني أشرح لك أكثر من كذا؟ آه يا شهر، أبوت أبوت من القلب.